وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا. اللهم اجعلنا الشقاق من شر اسيء الاخلاق. اللهم اجعلنا من خير من خلق. اللهم اجعلنا من خير احباب من خير حاضرين بين يديك. اللهم اجعلنا نسعى حتى ترجع. وبارك لنا في علم نافع يا ربنا. امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه ربنا سبحانه وتعالى. يريد لنا الخير، فاذا ان الشيطان يريد لنا الكيد والشر فايهما نختار؟ قبل ان نختار الله احد. ومن جمله الناس اللي عمرهم 50 يوم اللي خاطيهم الاسلام حقيقه، قالوا انفسهم ودعوا انهم من اهله، لكن حقيقتهم طبعهم. حين يقول النبي عليه الصلاه والسلام: خذوا عني خذوا عني، يقولوا ماذا ناخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ القران كله والسنه كلها والحج القدسي بمكه بكليته. اين نحن من القران ومن الحج القدسي ومن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ وبطريقه خذوا عني ربما عدت مناسباتنا مناسبه نزول عقاب الزناد. اين نحن من هذا؟ أي فين نشوف النور وما أدراك ما فيه النور؟ أنا نعم، أنا هم تدعي الإسلام وشاع فيها الزنا وكبر فيها أبناء اللقطاء، أبناء اللقطاء، أبناء العيال اللي جوني عليهم، جوني عليهم حسام، مش عارف روحوا جا من نطفة نظيفة وفي عشرة شرعية أم لا؟ لماذا أنتم متعزمون؟ لماذا أنتم غير سعداء؟ لماذا أنتم غير متعبدين مع الله؟ لأنه ربما السبب هو أن منطلق وجودكم في الأرض هو نقطة فاسدة وعلاقة مجرمة. هو مش هديك الآية برضه نفس الشيء. آية 55 سورة النور، ماذا يقول ربنا عند استقامته؟ شكوك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، مقاس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال منكم أي أنتم اللي تعتبروا المسلمين أو من وعدكم الله، لكن حالكم في الوعد الله. تطلبوا يكرموا، يعني عدتم عد، عدتم للنفاق وعدتم للسفلى، فتجعلون اهل السفلى. الله يحب مع الامور ويكره السفلى. يقول وعد الله الذين امنوا منكم عن الصالحات، لا بالياء التوكيد، ليستخدمنهم في الارض، في الارض اينما حلفتم فاولئك. رب يعطيكم القوة والهيمنة على كافة الناس الذين يوجدون على تلك الرقعة في الأرض وللأرض كلها. إن تعرفوا ما قامت قصدها والآية تعرفوا الألفاظ غير صوتية واللي تعمل معاني مختلفة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الناس في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. في القرآن من قصص المنتصرين حول الأزمان. لم ينتصروا هكا بعصا سحرية أو مجرد لهو أو مجرد وهم ولا مجرد أمل طويل. لا لا، كانوا صادقين مع الله، مسلمين حق حق. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أجل كثيرة
لأنكم لم تفقهوا، لذلك أنتم في أرض الحلاك. وأسوأ الناس الذين هم على وجه الأرض الآن، وبيد أن الباطن خير لكم لعل تذكرهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هؤلاء توا رجوع كان الآلية والتأهيل والاستخلاف. المقاومة لسلاطين الجو وتسييس الكلب. مقاومة اسمها خلاف بياناتي ومبادرة. وهذا اللي قاعد يرافي في بعض يوم بعد يوم رافي ربي وانا نكد اعدائي بالخوان بالانجاز المناكيد من قبيل الكلب الذي الشام والكلب في ارض كنا. وربما سينكد على ربي بكلاب تونس وكلاب اليمن وكلاب الجزائر والمغرب. ربما يؤمن في طهارة إذا كان في طهارة قبيلة، ونعم إذا كان مش طهارة سنة يعطينا ربي مكان نقص في وجودنا باسم شريعة الإسلام الحقيقية، لا شريعة الخطر ولا شريعة الدماء بل شريعة الصدق مع الله والأخذ بأوامره واتباع رضوانه والبعد عن إسخاطه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ربك عبد السواح فالشجد إلا يفعله ولا شك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولا ولا دائما والمكي لنا لهم دينهم والدين كافت موجود بالطبع. قال إسلام أمريكا اللي قادمة على خلاها وشلاها، ولا إسلام فرنسا اللي هي على إثر أمريكا اللي مو يتعبت يا عباد سترون حقيقة من يعب ملك سوى الله. فرنسيين الغير الحرام سيرون النار قبل نار الجحيم. سيروا لقولهم باطلهم واستعلاءهم على شرع الله يسروا ليل ونهار وما يقتل بالتسلية، ولكن يموت ويشيرهم لا يقفل من أجل الله ولا يفي بالمطلوب ويكون لعنة عليهم ونسالا وتحديد بها وتنويسا في حياتهم. وعد الله الذين آمنوا منكم عن الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أعلم بك تعالى مع الناس إن حد المحرم قال وسروا بس المسلمين يتزوجوا معهم مرأة مع مرأة ورجل مع رجل. من أين لكم هذا؟ يعني تتعجبوا وتستأذوا على الله وتراوا روحكم أن أنتم أرضاء من دون الله. سيأتيكم الخبر وسيأتيكم مع كما يكون وستجلون أي مأجلال من حياتكم بالخوف والهلع والقلة الهناء والأيام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ربما فرنسا ربما المكرة يبكي العمار إذا كان القلة أخذ السلطان، وهذا ليس عبد الله العزيز إذا كان القلة في المستوى الله كم في أقلية غلبة في أقلية بإذن. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من ربنا. ويومئذ يفرح المؤمن بنصر ربما تأتي ثورة إسلامية لعقل ديار الغرب والطيبون يمكن لهم والمقتصدون للسلطة ليست لهم سينكل بهم أي مكان فيه. وتأتيكم يا جيش وتأتيكم سلطة وأنتم الآن جيوشكم وسلطتكم تعاني أمرين من يكون تعطيوها برواليات المتحقة لا نوم ولا حكا بناء ولا راحة بال، وهم دائما يجوا لهم تقصير وخافوا من تنفيذ سياسيين ولا يستاهلوا هما ينكروا بالسياسيين يكونوا دور على أراضى السياسيون والسياسيون ما يجيبوا نغمة أخرى في التنفيذ. ولهذا هذا بأس بينهم شديد.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني انتم تتعاملوا على الاسلام وتقعدوا فيه وترميوا بما ليس دين تقولوا هو مهما تنسخوا لانكم جبناء مهما تنسخوا ستقصوا الغير تقصوا الاسلام. ذاك ربي امرنا احنا ان نوحي بعضنا على نريبك ولو كنا زياره بعيد عن ديارك. والدليل ان يكونوا حمقم تعكم في الشعب يا حين صدام عليه رضوان بعثوا المجرمين من كل نوع ومن كل سيف وبالهم مش هيستقر لهم الحاضرين حتى ما راوا وكيفاش رضاهم ربي كيفينهم في السعود العراقيين يا ابي غريب وعلي مهاجر استنكاف وعلي ربي في نفسه بنفسه ولو يظهر على سطح كل شيء لكن يكفينا احنا ان وعد الله حق. ويعني لك الفن واحد قال يتعبر ليس المسلمين الذين يفعلون ما ليس بهم لكن الظالمون هم الأفلاكون هم الظالمون لأنفسهم وهم الملبسون لحياتهم. الله لا يظلم أحدا ومن المرء ما لا يعامل بمثل ما عامل. الفتاة من احترم نفسه كان شجاعا وكان أبيا وكان أمينا على دينه. أما الشيخ الفاسق كما أن الحكام أغلبهم الفاسق الجنان بعض الأحكام الصلاة والدار التي قلة لا نتشائم كما هو قلة في حياتنا فيها خير وفيها أمل أن يجروا حقيا من الأركان إلى فريق السلام أي فريق الإسلام. فسعد الله يا عزيز نحن دائما كفاء لأن الله دائما يريد بنا خير ويريد أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبدل لنا سيئاتنا حسنات. نحن مطمئنين مرتاحين البال نحن قادمون على أعداء الله أينما كانوا ونبينا عليه الصلاة والسلام كما كان نبي المرحمة كان نبي المرحمة وقد نصره الله بالرعب مسيرة صعبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كبر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا أنتم الجبناء هذين من عرب وعجم تدعون الإسلام أنتم الخاسرون وأنتم المشرحون وأنتم الذين سينكل بكم العاجل والآجل. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.